تمام يا فندينا، في ميعادك مظبوط. احنا كل شغلنا مظبوط. هطول طلع البضاعة الأول. وماله طول؟ بس سلم تستلم مش تلقف. أنا عارف وكمان جاهز، بس أحب أطمن. أطمن وماله؟ ما يضرش. والله زماني غريب. حقك يا خميس. أصل يا غريب. أصل يا فندينا. حكومة! خيانة يا خميس، الفلوس كلها راحت. عملتها يا ابن النوح. لازم تهرب يا خميس، الحكومة طبت. أقول لك امشي. اسمع كلام يا خال، روح لأمي. امشي. هتموت يا غريبة. امشي. يلا. قصصك خلص يبقى هتموت. غريب! لا 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 غريب! 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 سلاح يا خميس! سلاح! لا لا ثم ان اهل المجنى عليه ما اتهموش خميس ابو سنه بقتل ابنهم، بل على العكس كل اقوالهم لصالح موكلي، سيما وان الشهود وتحريات المباحث افادت ان موكلي لم يكن يقصد قتل المجنى عليه. اما بالنسبه للتهمه الاخرى والخاصه بالاتجار بالمواد المخدره، فالمعمل الجنائي قد افاد بسلبيه جميع العينات المضبوطه، وده دليل فني ملزم للمحكمة يا فندم. يعني احنا في السليم يا سعادة الرئيس. وشكرا. الحكم يصدر بعد المداولة. رفعت الجلسة. جماعة!
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد المداولة والاطلاع على أوراق الدعوة ومواد الاتهام وسماع المرافعة، حكمت المحكمة حضورياً على المتهم خميس عنتر أبو سنة وشهرته أفندينا بالسجن 7 سنوات مع مصادرة السلاح المضبوط. رفعت الجلسة. ألف مبروك يا ابني، ألف مبروك يا كبير. روح يا خالد، ما تخليهاش تيجي تزورني. ما تقلقش يا ابو جمعه، هيعدوا اهو. روح ياما. على السلامه يا حبيبي. ريحيني. روح ياما. على السلامه يا حبيبي. على السلامه. مع السلامه. تقطع بينا. اتفضل شاي. الود بين الاحبه موصول يا شاويش محمد. طمني، ابنك اتعين في الداخليه ولا لسه؟ البركه في دعوات الحاجه. دعوات الحاجه برضو؟ وانت يا كبرنا. حلوين. الله. حلوين. 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 اي حاجه يحتاجها تجيلي نعناية الجوز. بقولك ايه يا كبيرنا، الفلوس دي كانت متشلالك في الامانات، وانا قلت اجيبها لك بنفسي لحسن يقلبوها لك وما بيسلموك الحاجة. انا عارف ان انت طول عمرك نزيه ومش هتسأل في المواضيع اللي زي دي. اتفضل يا كبير. الفلوس دي خليك ورجالة زي ما انت زي ما انت زي ما انت. الفلوس دي يا شاويش محمد للرجالة هنا، لكل الرجالة، واي حاجة يحتاجوها، اي حاجة. رقبتي سدادة. اصل يا كبير. وكل شهر هيوصلك زيهم. طول عمرك كبرنا يا فندي. حلوين. حلوين. حركة حركة حلوة. عتب على عتب. سفارس. سفارس يا كده افتكرت يا معلم. انت مش كنت خرجت ورجعت وانا ليه بطفى غيره؟ يا دي انت ايه جاحد؟ عيالك ما بيوحشوكش؟ ليه برب اسمه كريم. ده كريم يا رب، هو احسن برضو يتربوا بعيد عنك، دي خلقه تربي نشأة. وعلى فين العزم ان شاء الله؟ لا ده لفه طويله، ايش مخدرات وايش ابن عام وبين عنان اللي هكون هربت الفلوس بره البلد. ده انت جاي منوعات بقى. طب خد امسك، خلي دي معاك. لا خيرك، 7 سنين معلمين. ياد رزق ياد، مكتوب لك ياد. خد ياد ما تقطعش. طول عمرك حنين يا سيدي المعلمين. والدنيا بره عامله ايه يا سبارس؟ ملطاشه يا سيدي المعلمين، والناس بقت مع الشقف بعضيهم ومحدش فاهم حاجه خالص، واصعب حاجه اني ما عادش في المزاج. ايه الدنيا بقت صعبه؟ خد امسك، انا هطيب لك مزاجك. لا لا ايه ده، عدوي واخناتون، مفيش حاجه، مفيش حد غريب. خد ياد. الله، اي صنف ده يا معلم؟ صنف ايه يعني؟
مزاج الخير طبعا، وفي غيره مهما الدنيا تتغير لا يمكن يتغير ولا ريحته ولا لونه ولا ميزانه. طول عمرك على اديب وسيد المعلمين. يلا يا حنان. يتوب علينا ربنا. ادي ساعتك وادي سلسلتك وادي خواتمك وادي يا سيدي مفاتيحك وادي محفظتك. الله، مين دي يا فندينا؟ طمانة مراتك؟ مراتي في حد بيشيل صورة مراته برضه يا شويش؟ على قولك ده ايه بفال عفش. بقولك ايه، انا اديلي فلوس لشويش محمد وكده يبقى امان يا فندينا. وصلت وصلت، شكرين. ما بتنساش حد ابدا يا فندينا. ده رزق ويروح لاصحابه، هي دي الاسمه. بالحضن بالحضن يا اجدع رجال. هتوحشونا رجاله، يتوب علينا ربنا. اوعى تقول لي انك جاي تودعه. اسر يا منصور، انت في طار بايت بينك وبين خميس افندينا. لو انت ساده يا فندم، ده ادمان اكتر منه طار. طب وعليه يا سيدي ده كله؟ اللي زي ده موجود منه كتير. اللي زيه تخاف منه، لكن غيره بنعرف نجيبهم بسهوله. الدنيا مليانه بلاوي، والبلاوي مفيش اكتر منه، زي الرز. بس السوس بياكل فيه، انما ده رز ابيض متساوي على البخار، يعني تشم ريحته قبل ما تشوفه. ده انت معجب بيه قوي. افندينا لو قريت ملفه اكتر من 100 مره مش هتعرف تخرج منه بجمله واحده مفيده. واحد كان بينه وبين حبل المشنقه مفيش، وفجأة وبقدرة قادر ينزل الحكم 7 سنين. شطارد محام وحظ متهم. هو ده اللي خلاك تسيب كل حاجة وتيجي وراه لغاية هنا. في ريحة خطر يا فندم بيهدد خميس، خصوصا ان نوح ما اتهموش، يعني في تربايت. ده غير ان نوح استولى على البيت ورجع اهله تاني لشغل الشارع والشغل الشعبي والقطاعي، ودي فرصة يا فندم نلم الغلة ونخلص من كل الوغش ده مرة واحدة. تمام يا فندم، خميس خلص الإجراءات وخرج. أفندينا خرج يا رجالة. دوننا عن كل اللي واقفين، تطلع فصيلة دم انا الوحيدة هي اللي تنفع تديلك يا ابن المحظوظة. مصيبة لا تكون الأنبوبة دي رايح جاي والبس نقطة زفرة من دمك المليان بلاوي. أنا بكده اطمنت على روحي عشان خدت من دمك سر الخلطة يا فندينا. خلطة؟ غلطتك انك لزقت فيا ولبست الطلقه بدال يا خفيف. افندينا خرج يا رجاله.
معلوم اكمنك ما رضيتش تسجد معنا لربنا يا واطي. يعني كانت سجدت منتخب مصر يا خي. يفلت منكم في السجن وبره كمان العيار ما يسيبش وتطلع تحود. الله، ده انا بعلي فيكم سنين عشان اليوم ده، مش عشان تقفوا قصادي وشكوا في الارض وقف كل واحد فيكم يعمر فرن عيش بحاله. ما يا معلم هو اللي اخرس ياد اخرس. انت فاكرك راجل بيت ثابته وعين صار؟ طلعت مره بيد طريه وعين زيغه. اتفوكس عليك راجل. هو العيل من دول لما رصاصته تخيب ما يستاهلش يعيش ثانيه واحده. حد انت يا ابني على طول متسرع كده، ما ينفعش تضرب على رجالتك، ما ينفعش. تعال تعال قدام، امشي امشي. ودم الشهيد ما هيطلع عليه شمس تانية يا حاج. خليك انت بعيد يا ابني، سيبهولنا احنا يا كبير وهتشوف. نبي تتلهوا اتلهوا يا اخويا، ده كان في ايديكوا. ساكن على شجرة في عز الدهر، ما عرفتوش تصطادوه. دلوقتي عجبوه بعد ما رجع عيش واتكلم جوعره. ده سمك ونط في الميه وابشته ما بقتش سهلة. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ هي عشان خيبت مرة نقوم نسيبه؟ يا ابني يا ابني يا بالمعروف، قلت لك 100 مرة خليك انت بعيد عن كل ده. ما ينفعش يا حاج ابقى بعيد، ده لما اخويا وفي رقبة العمر كله. وانا المعلم وكلمتي على الرقبة الكل. وانا بقى ماليش عيش في الدنيا دي طول ما هو مقطع فيها كده. وحياة امه ليكون مصفي دمه نقطة نقطة ودم خلبه سنة، عشان يعرف مين براء النوح، يعرف ان انا عباد الروح. استنى، خد 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 براء. ولا براء انت، انا وانت هتقف تتفرج عليا. ورايا اخويا ريكاني وباص الدنيا وراه بسرعه. اجري دي خلف عار. يا الف لا بيضا، شاكرين يا رجاله نجيبكم في الافراح. الخال رجع والحسن رجع للبيت من تاني. بالحضن يا غالي، بل ريقي ورد فيا الروح. طبطبي يا امه، طبطبي يا حبيبي يا ابني. نفضي تراب الظلمه من على كتفي. ما حسيتش اني كنت مسجون الا دلوقتي، ولا سمعت صوت الرصاصه الا هنا. الحمد لله ان ربنا نجاك. انا قلبي اتخلع لما سمعت الخبر، بس برضو ربك حنين ورحمته سابقه قضاه. ما تصدونا بقى من الكلام اللي ملوش عايزه ده، الله خدونا في الفرح اللي العيد اخواننا. يا حبيبي يا ابني. كهربا؟ انت لسه خلصة؟ امال في الساعه ده ابو جمعه، انت لسانك سابعك على طول كده. تتحكي لغات؟ تعالى يا كهربا. بلاش محن يا بنتي، انا ما احبش النسوان لما تقوق. سيبيها يا ام تعبر. عباية عباية مراته يا حاجه، سيبيها تفك عن نفسها شويه. بلا محن حريم، مش قادرة تستنى لما يتقفل عليهم باب ولا خلاص الزبدة ساحت عالصاق. والسما اتحرقت يما، واللحمة استوت، وطلبة كاي اتحشم يا واد. يا ألف حمد الله على السلامة. شوق مراتي هي اللي كانت بتخفف عني مرار غيابك السنين اللي فاتت دي. نورت بيتك يا سي خميس. نور بيك يا مرات الخال. قال لك اسمها شوق. شوق. قربي يا شوق،
حبي على ايد كبير البيت. حب على ايد افندينا شو؟ لا اله الا الله. لا مؤاخذه، وماله ما يضرش. خميس تعال اقعد على الكرسي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. بس في سؤال تقدر تقول كده محيرني، انت ليه كنت بتدافع عني بقلب قوي كده؟ حسيت انك مظلوم، شفتها في عينيك وانت بصصت من ورا القفص، سمعتها في رنة صوتك وانت بتحكي لي اللي حصل عند المؤمن، حسيتها في رعشة ايديك وانت بتسلم عليا، قلت هي دي الإنسان. اه هو ده الإنسان، الخسارة في حبل المشنقة. بس أنا عايز أسألك سؤال، هو أنت دلوقتي لما تقتل خاين بقيت مجرم قال؟ ولما تدور على اللي بيبسط الناس وتجيبه لهم لحد عندهم وهم قاعدين كده بقيت مهرب بقى لا سمح الله؟ مهرب قبض الروح يا بدران مش حاجه سهله، بس كمان مكتوب عشان الناس تعيش لازم الناس تموت، يعني نفضل عايشين كلنا، وكمان عشان الناس تحس طعم الدنيا لازم يبقى في مزاج. ده بالبق لو عاجبك خليه نحط لك شويه هوا تاني. يا على كتفك ده كفاره يا فندينا. أعرفك براء النوح اللي مطرح ما يحط رجليه يحضر قبض الروح. ارجع اثبت. وانا بقى حالف باخده من هنا غير وانا مسلم روحك للي خدتها يا افندينا. اثبت. متشكرين يا كابتن مصر يا محترف. تطورنا يا فندم. اقتلني اقتلني يا خميس، وانت لو ما قتلتنيش انا هقتلك. حابب نتعرف ياض انا بقى اعرفك، خميس افندي اول خميس ملوش جمعه لا. بقيت بتسهر ويانا ولا تروح تتفرج على التلفزيون؟ دوس على الزنات وقتلني، انا مش خارج من هنا غير يا قاتل يا مقتول يا خميس،
ورحمة الغريب لهقتلك يا خميس. اثبت اثبت يا انت فاكر يا دي المدة بيرمرم كده يلا ليه؟ والمدة بتاع عيال المدة عنده مزاج وبينقي الجتة اللي ناولها الشرف ده. وانا ليه دم عندك وهاخده يا فندينا؟ هاخده منك يا فندينا وهقتلك. اثبت اثبت يا اثبت يا افتح بوقك يا ابوك ياد عارف انك هنا ما ظنيش انه بالخباوه دي ولا يا زوز ما ظنيش الله يعني انت كده خرجت عن طوع ابوك المعلم النوح معناها لازم تتربى ويتعلم عليك بس وابوك هيقرا العلامه دي كويس عشان بعد كده تسمع كلام ابوك كلام امك لا ها اثبت اثبت يا اخلص عرفت حاجه وصلنا له يا كبير فين كباريه مالت بيضون رائد لافندينا هناك وانت كنت فين وازاي تسيبه يروح لوحده ما انت عارف دماغ المعلم براء ناشفه زي الحجر رفض حد يروح معاه يوم يروح له في حجر مالت ده كلب افندينا وقطته بتتمسح فيه جهز بسرعه كام راجل من رجالتنا يجوا معانا لازم نلحقه قبل ما ياكلوه يلا بينا خميس قفش الدنوع في كباريه المالت وعامل عليه حفله هناك خميس اللي راح له ولا هو اللي جال؟ لا الواد هو اللي راح بس شكله كان ناوي على الشر لكن افندينا لعبها معاه وجابه تحت رجله خلاص مال وشك مصفر كده ليه؟ لا لا الا الله النوح مش هيعدي اللي حصل لابنه ده بالساهل حاج هو خميس قرص على الواد بالزياده الظاهر كده ما دام الخبر وصل لك يبقى ضروري راح للنوح طب والعمل يا حاج؟ طب بتسالني يا ابو سنه لم الرجاله وروح في ظهر خميس احسن يخرج يتفاجئ بيهم هات يا جمال يا رب استرها راح فين على الصبح كده يا براك؟ تكيش فيه خليك في حالك ما هو ده حالي هو انا مش مراتك ولا ايه؟ مراتي مراتي بأمارة ايه بقى ان شاء الله؟ بأمارة الوضع اللي ابوك غصبنا عليه بقولك ايه؟ حل عنا فوخي والصبح قولي على الصبح انت صحيح لو عايز تنتقم من خميس لازم تعرف ان عنده رجالة كتير وعزوة اكبر يعني عشان تنتقم منه لازم تبقى قده خدني على اخوانا هو رجالته ابن الكلب بس وديني لكم جايب اجله بايدي دول ساعتها تكبر في عيني وتسد الخانه الفاضيه وتحل محل اللي راح اكبر في عينين مين يا بت؟ اوعى تكوني فاكره ان انا رايح اخد طار اخويا عشان اكبر في نظرك ولا حاجه انت تبقي اتعبطتي قدك 10 مرات
بيترموا تحت رجلي كل ليلة. بس انت بتيجي كل ليلة تترمي تحت رجلي وما بعبركش. تعبري فيه ما هو ده تمامك، ما تعرفش تضرب غير النسوان، انما تيجي عند الرجالة وتعمل فار. انا فار يا بنت الكلب؟ وحات امك اللي علمت نامك صح. حرام بس. وانت نزلي لتحت دلوقتي. يلا. ارفع وشك يا مش ابن النوح اللي يحط وشه في الارض. مش هقدر ارفع وشي يابا غير لما اسحله قدام رجالته واخد حقي بايدي. حقي ما يتاخدش بقعده نسوان في البيت ولا بكلمتين فاضيه. الحق يلزمه قوه تحفر بيها قبر للي ليك طار عنده. والقوه دي لازمها دماغ شغاله عشان توزن بيها كل ده، عشان يوم ما تضرب كفتك انت اللي بتضرب. فهمت يا براء؟ أداري دموعي جواها. حدش عنده فرحة سنة. أنا مش عارفني، أنا التوت مني، أنا مش أنا. أنا مش عارفني، أنا التوت مني، أنا مش أنا. أنا مش عايز دوشة، أبات برة أبات جوة، دي حاجة تبع المزاج والكيف. ماشي، مش عايز عكنانة وبراحتي. محدش عنده ضحكة السلف. أداري أمي مالها صوت في البيت. صوت في البيت. مين اللي سجل يعمل؟ ممكن تكون قطة يا سي خميس. الحريم يدخلوا الأول. خال. اهزوا الزومات يخليكم في ظهري. يلا. في ايه؟ في حد كان بيحاول يحط من عطفور يا فندينا. انتوا فين تتفرجوا؟ ورا يلا رجالة. ورا يا ابني في ايه؟ لو قربت مني هذبحها. تذبحها ليه يا ابني؟ عملت لك ايه؟ طب سيب السكينة في ايدك دي يا ابني، كده هتعور نفسك. ما تخافش، انا هسيب السلاح اهو عشان تضطرني. حد يا ابني سيب السكينة اللي في ايدك دي. ما
تخافيش يا كرام، ما تخافيش يا حبيبتي، ده ضيف. وكرام الضيف ايه؟ واجب طبعا. تشرب ايه يا ابني؟ تشرب ايه؟ شاي؟ شايك ايه؟ سكرك ايه؟ معلقة؟ ولا اتنين؟ ولا زيادة؟ ايوه هي زيادة. يلا يلا اثبت، خليك مخانك، قوم قوم اخويا، قوم تعالى خفيف. ولا اي حاجه. وطي ياض، حب على رجل سيدك افندينا ياض. انت ايه ما بتسمعش؟ بيقول لك وطي يبقى توطي. ما توطي ياض. بالراحة يا زوز، مش وش مطلي ده، مهما كان يتعدى أسير حرب يعني لازم يتعامل حسب القانون الدولي، ولا تحب تتعامل حسب قانون أفندينا؟ ناخد رأي الرجالة عشان راجل ديمقراطي. إيه الديمقراطية يا رجالة؟ اللي تقول عليه يا أفندينا. شفت؟ لازم أخد رأي رجالتي، مش زي الكلب اللي بعتك تتهجم في انصاص الليالي على بيت أفندينا. المرة اللي فاتت يا زوز قلنا ابنه وضناه وروحناه، انما المره دي ده كلب متأجر. انا ايه الغباوه دي يا زوز؟ مطلي ايه رايكم يا رجاله، القانون الدولي ولا قانون افندينا؟ قانون افندينا طبعا. يبقى انا كده مضطر النفس لراسه عن جسمه وابعتها للكلب اللي بعته، وايه اللي هيقوله؟ ان خميس افندينا السجن تناه بعد الشر افندينا، مع ان اصعب شيء قتل النفس. استعنا على الشهاب الليل. خميس سيبه يمشي يا خميس. ايه ارد عليك عم الشيخ. معلم النوح كبير الصحراء، جماله حفظها شبر شبر، واسمه عندنا زي الجنيه الذهب. ابنه براءة.
أشقر خطر في المنطقة وأسرع موزع في السوق، واسمه مكتوب بالحبر السري عند الداخلية لغاية دلوقتي. معلم أبو سنة، يا جمالك يا معلم يا خال، يا كبير الكبار، يا أمير الأمراء، يا مكيف الكيف، يا أصل الدويقة ومنشية ناصر، صيتك من الصعيد لغاية هنا. خميس أبو سنة، أفندينا، رنس المزاج، أبو الرجال، وكفه معلم على وش اللي ما يتسموش. خلاص الكلام يا رجالة، الفرقة خطر والمصلحة تحكم. قبل ما تكمل يا باشا، الحكاية أصلها الدم، والدم أصله غدر. دي ما تسويش دي يا أبو سنة. الموت قهوة يا نوح. أيوة بس لما يبقى القتيل ده ابنك ولا أخوك، الكلام هنا يفرق قوي يا معلم أبو سنة. جرى يا رجالة، احنا مش جايين نقلب في الدفاتر ونصفي حسابات. اللي فات مات، كفاية عليك يا نوح بضاعتك اللي راحت، والراجل بتاعك اللي الحكومة مسكته قعدت تعصر فيه عشان يقر، الله أعلم خلصتك منه ازاي. وانت أبو سنة بضاعتك بدأت تشيح في السوق، هتنكشف والشغل الشعبي ميبقاش يليق بأفندينا. شوفوا يا رجالة، كلنا عارفين قانون اللعبة كويس، اللي هيورب سنة هيقع، عشان كده لازم نركز ونشوف مصلحتنا، واللي مش عايز ما يلزمناش. السوق زي ما ليه ايد بتدي، ليه سنان بتعض ورجلين بتفرم وتخلص. ربنا يا رب يعوضنا على البضاعة اللي راحت، وإذا كانت الخسارة على قد الفلوس ما يهمنيش، إنما الخسارة اللي لا يمكن أسكت عليها أبدا هي خسارة الرجالة. ربنا يديم علينا نعمة اللمة بتاعتنا، نعرف فاتحة على المرحوم. آمين آمين آمين. فاتحة عهد، والعهد سيف على رقاب الكل. بس أنا مزنوق في سؤال كده يا باشا. فك نفسك وقول يا أبو سنة. هو مين المرحوم؟ المرحوم يبقى الدار اللي بيننا وبينهم يا خال. سعيكم مشكور يا رجالة. استنى انت يا خميس. عايزك مصر بتبقى حلوة قوي بالليلة خميس، تحس ان كلها بتاعتك ومحطوطة في جيبك، تحس انك راكب فرس وماسك اللجام كويس. مالك يا خميس؟ مفيش يا باشا، بس انت قلت لي عايزك وجينا وبقالك ساعه ما تتكلم عن مصر حلوه ومصر جميله وما انا عارف. انا متابعك من زمان يا خميس، دخلت دماغي وانا صعب قوي حد يدخل دماغي، من وانت صغير وانا مراقبك، عجبتني لان ليك كرامات مع الحكومه، واللي عجبني اكتر ان انت رميت عمرك ورا ظهرك ورحت تطالب بحقك وقتلت غريب وسط الحكومه. خيانه تمنها الموت. في السنين اللي فاتت خميس السوق اتغير، ناس كتير اتحرقت، انا كنت مستنيك، كنت خلاص اديت الحكومه حقها، ناخد حقنا بقى. يا باشا بس انا يا دوب لسه خارج بتفرج على الدنيا من بره، ما عنديش نيه اغرس تاني. كيف ما بقاش المزاج خلاص يا خميس؟ انا يا بيته العمر بتاع مزاج، من وانا عيل صغير قد كده وانا بتاع مزاج، وبحبه وبشتغله بمزاج، وزبايني كلهم بتوع مزاج، ناس رايقه ما عندهمش مشاكل ولا ليهم في الدوشه ولا حتى لخبطه الكيمياء. الناس اتطحنت خميس، بقت عايشه في دوامه. الطحنه دي خلصت على اللي في جيوبهم وخلصت على صحتهم. بقى الزبون من دول يدور على نص برشامه عشان يونون، واللي معاه قرش ما يلزموش البني خلاص، بقى بيدور على خطين ابيض مخلوط عشان يسافر. زمن المزاج ولا يا خميس،
انت عايز مني ايه بالظبط يا باشا؟ انا اصطفيتك يا خميس، اخليك كبير السوق. ايه بيه، بس انا لما وقعت انت سبتني اغرق. عيب عليك تقول كده يا خميس، انا حاطط عيني عليك حتى قبل ما تخش السجن. امال مين اللي غير الحرز بتاع البضاعه قبل ما تروح المعمل الجنائي؟ مين اللي جاب شهود نفي وخلى تحريات المباحث تقول ان ما كانش عندك نيه تقتل غريب؟ مين اللي ضغط على نوح وقال له ما يتهمكش بقتل ابنه ويحضر المحاكمه بتاعتك كلها غير شوشره؟ كل اللي انا عملته ده يا خميس خلاك تاخد 7 سنين بس، وانقذت رقبتك من حبل المشتبه. والحقيقه ان بدران ما كدبش خبر، نفذ كل اللي قلته له بالحرف الواحد. شفت بقى انت ظالمني ازاي يا خميس؟ بدران يا معلم، هلأ ما انت عارفني، انا طول عمري كلمتي واحده، العاشة عندي يوم الخميس زي ما وعدتك. لا لا، واطمن اطمن، هعملك أكلة خفيفة عشان ما تحماش على صدرك. ماشي، استنيك انت والرجالة. السلامة يا معلمة. على النعمة من نعمة رب، انت اللي معلمة يا معلمة. قدرت تضربك السوق في ثانية الا ربع. ما انت عارفني يا براء، انا ماليش في البيت، انا طول عمري احب الحاجة الطازة قبل ما تحمض وتفوح ريحتها وتلم عليها الدبان. ربنا يجعل كلامنا خفيف على الدبان. براه، انا مش عاوز جنس مخلوق يحس بالمصلحه دي خالص. ورحمه الغريب، لو عيله ابو سنه دخلت في الحوار ده لاكون مقرقشهم بسناني دول. خليهم غرقانين في البن اللي راح زمنه، يبقوا يقابلوني. مش هيدوم، مش هيدوم. خميس أكيد هينقل على ملعبنا، وضاوية وأبو سنة هيلعبوا في نافوخه جامد. آه، بس الخوف بقى لا تكون دي رغبة الباشا كمان. يا دي الباشا، يا دي البعبع، ما طالما فيها باشا هتقول لي هدنة ونطاطي ونستنى زي كل مرة يا حاج. خسارة يا براء، يا 1000 مليون خسارة. كان نفسي ومنى عيني يا براءة تتعلم من الجمال اللي انت بتربي في وسطيهم. ياد، خزن واصبر، خزن واصبر، عشان يوم ما تقلب تلاقي الزاد اللي يكفيك وتضرب ضربة معلم. محمد، وازاي مراتك وولادك؟ تسلمي يا ست هانم، ربنا ما يحرمناش منك يا رب. استمر بقى في حوار الدعاء ده، يمكن دعاء منهم يظبط معاك. ربنا يسعدك يا رب ويحفظك من كل شر. طلع لي الشنط على فوق. عينيا، حاضر. اهلا اهلا، اخيرا بنتي حبيبتي رجعت لي. وحشتني قوي يا ابوي، خلاص هتزهق مني. ازهق منك ايه؟ الله، ايه يا بنت الحلاوه دي، انت طالعه على ابوكي ولا ايه؟ ها، طمنيني. تمام يا كوتش، خلاص خدت الشهاده ولازقالك. يعني بقيتي 100 100 في الكيمياء؟ يعني اسيبك انا عشان ورايا 1000000 حاجه. يا بنتي اقعدي خدي نفسك في السفر. نفسي ايه يا عمروتي؟ انا عايز ارمي نفسي في البول واطلع انام لي شويه واروح اقابل صحابي، وحشني موت. طب اعملي حسابك هنتغدى سوا. لا، انا اكلت في الطياره، ما تعطلنيش بقى. يا بنت المروسه. هم يا رجاله، مش هنقعد طول النهار نرص بالكام كرتونه دول. يلا عايزين نوصل بالنهار. امن على الكراتين كويس يا مطر. حاضر. هاو، ممكن نطيرهم؟ عينيا، حاضر يا معلم. يلا شدوا حيلكم شويه. يلا يا رجاله، مفيش وقت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا فندينا. ان
تشاور البضاعة اللي هنستلمها في الكراتين دي؟ أمال إيه؟ دي كراتين متأمنة وآخر حلاوة. يعني لو قابلنا كمين في الطريق مش هيعترف في حاجة؟ الله، أيوه أمال إيه؟ زوز هات كرتونة فرج يا فندينا. حاضر. اتفضل يا فندينا. الكرتونة دي طبقتين، طبقة فوق معسل وطبقة اللي تحت معسل، وفي النص هنشاون البضاعة، يعني اللي هيفتش مش هيلاقي غير معسل وبس، وده شغلنا يعني في السليم. يعني لو جه ظابط رخم رخم وقام عامل كده البضاعة بتاعتنا اتكشفت وعليها المعسل بتاعنا، يعني لابسينها لابسينها. الله عليك يا معلمي. خليك في شغلك. هلا يا فندينا، دي عملية متجربة قبل كده كذا مرة وعدت. مش كل مرة تسلم الجرة يا خال، لازم يكون في فكر جديد، لازم. الحكومة بقى عندها حاجات حديثة، لازم احنا كمان يبقى عندنا فكرة حديث. صح. مار يعني مثلا بطني. نعم. لا استنى، الشغلانة دي عايزة واحد نبيه، عايز واحد يلقطها كده ذكي. بص يا زوز، قومر في الدين، هتحل الصاجة دي بتاعت أرضية الصندوق وهتحط لي صاجة تانية تحت، وفوق منها ترص البضاعة، وفوق منيهم تحط صاجة تانية إنما دبل ومن غير مسامير. هتمسك إزاي من غير مسامير يا فندينا؟ اتقل يا خال، اتقل عشان تاخد شغل نظيف. هتتحط كابس، يعني كابس، لاني احط ارضيه الصندوق الاصلانيه واربطها بقى بالمسامير. فهمت يا زوز؟ لا مش فاهم. انا بقى فهمت. لا حول ولا قوه الا بالله، محيرني انتوا الجوز. والكراتين تبقى فوق زي ما هي، انما فيها معسل وبس. برنس يا معلمي. خدت بالك يا خالي؟ كده لو فتشوا هيفتشوا الكراتين مليانه معسل، اكل عيشنا، ومش ممكن يخطر في بالهم ان هم يحلوا ارضيه الصندوق. ولو جت في دماغهم هيحل الارضيه هيلاقي صاج، واستحاله يخطر على باله ان البضاعه في بطن الصاج، وكده نبقى في الامان. ولا يا خال؟ منك نتعلم يا فندينا. ايه، محدش يتعلم ببلاش. اعتمد يا ابني انت اهو، يتوب علينا ربنا. يلا يا مطلي، يلا عشان نازل الكراتين. تعال واوعى تحكها. نومني. خد يا ابني، خد يا زوز. ناوي؟ يلا هم يا رجاله، يلا يا اخوان انت وهو. يلا. اهلا 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 بريحه الحبايب وريحه اهالينا كمان. اتفضل يا سريع. ايه يا معلم، مش هتعايل البضاعه عشان تمضينا على الوصل؟ مش قبل ما تاخد واجبك يا راجل. شفاعه، اؤمر يا كبير. عد رجاله المعلم هريدي وابعت للحاتي، هات اللي يكفي وزياده. حصل يا كبير. طول عمرك اهل كرم يا معلم نوح. ما ينفعش اي مخلوع على الارض يحس ان انا ليا اي دخل. عيب يا معلم، ودي كانت اول مره. بس المره دي بقى غير كل مره. اتضمن يا معلم، حط في بطنك شاد البطيخ صفر، العبها من ابعد حته ممكن تطولها، مش لازم اي حد من رجالتك يبان فيها. ما انا مش عاوز اسيب اي فرصه لاي غلطه مش محسوبه. اعتبره حصل. حس كده ده مش خساره فيك. تسلم يا سيد المعلمين. روح يا راجل بالسم الهاري، الهي يتسرق منك. بتقول حاجة يا معلم؟ بقول لك منور منور. الطريق ده مقطوع يا خميس، مالناش فيه ناس كتير يعرفونا. كان حجر ايه لو سيبنا رجالة الدهان يجوا ورانا يأمنوا ظهرنا؟ كم دبك يا خال؟ البضاعة دي احنا دافعين دم قلبنا فيها خميس.
خليها على الله. والله على الله. يا نهار يا ستر جمال يا رب. السهل ده بتاعنا ودي حبة فلوس يا ابني. اللي بتعملوه ده ما يصحش. الفلوس قدامك ايه؟ خدوها وسيبونا نروح لحالنا. حلمك بس يا خال، في حاجة أهم من الفلوس. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ راسة فندينا. أدوات مين اللي بعتك ده؟ مين هذا اللي بعتك؟ بس افندينا يا كلب. مين هذا اللي بعتك؟ مين اللي بعتك؟ وانتوا فين دلوقتي؟ يعني كله تمام؟ ما حصلش عوأ؟ بركة انكم بخير. لا اصلي كان قلبي مقبوض شوية وعيني كانت بترف، عشان كده تلاقي صوتي مخستع حبتين. توصلوا بالسلامة يا حبيبي خميس. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله. اشكرك يا رب اشكرك. كرامة هاتي لي ما ياخد الدواء. شرابية طورين يا حاج. هاتي لي ما يتوضى عشان اصلي ركعتين شكر لله. حاضر يا حاج. الحمد لله يبارك لك يا رب. بالراحة على نفسك سلوسي. اللهفة على اللي في سنك خطر. عايزاك تلم شويه مشاعرك اللي متبعتره دي. هتطفشي الراجل، هيزهق هيهج. انا هعوزك تطلقي انتي؟ ليه يا اختي من قله النسوان؟ اخص الحق عليا. كنت عايزاكي ترمي العظمتين، تظبطي هرموناتك بدل ما الحيزبونه اللي جوه تجيبلك واحده عالزيرو وتقلبلك عداد وتحطلك فوطة صفرة. عارفه ليه؟ عشان البيبي ولي العهد. اصل انتي ما بتخلفيش. قولي ان شاء الله. مع راجل من رجاله حديد. بتقول ايه؟ وهو فين دلوقتي؟ على البوابه. نضرب عليه نار كبير. لا اوعى حد يضرب نار. ده جاي يعور نفسه علينا، جاي عاوز يعمل لنا مشكله مع الباشا. اوعى حد يضرب عليه نار. اجي قول للرجاله كده. عمرك يا كبير. محدش يضرب عليه نار. ازاي تسيبه يروح لوحده يا ابو سنه؟ ازاي؟ ما انت عارف ابنك يا حاجه خميس دماغه انشف من ريق العطشان.
غلوب تتحايل عليه ياخد معاه حد تاني غير الزوز؟ قال لي لا، الزوز وبس. راح يحط ايده في جحر تعابين مسمومة. حلف ما تعدي الليلة دي غير لما يعلم على النوح ورجالته، وخد الواد اللي مسكناه وراح له بيه. وايه اللي عرفه ان النوح وراها؟ ما هو الواد اللي مسكناه قر وجاي تقعد جنبي. عايزين اعمل ايه تاني يا حاجه؟ الخميس خلاص ما بقالوش كبير، وصغرني الليله في حوارات كتير قوي. عايزها توصل ليه تاني يا حاجه؟ تاخد الرجاله وتروح على بيت النوح وتلبدله هناك لغايه ما يطلع. ما يصحش يا فندينا يبقى ظهره عريان في وسط ناس زي دي. ايوه يا حاجه، بس ده كده بقول لك ايه، ده امر، امر يا ابو سنه. جمال يا رب. حاضر يا حاج. الرجاله بتتواجد، ما بيخافوش رجاله في الضلمه. ودي مرسالك يلا 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 معلم. بالله سلام. ايه مالك محظوظه كده ليه؟ ابدا يا باشا، اصلا الصراحه يعني اول ما قالوا لي انا هقابل باشا كبير خدت رجلي وجيت جري، وديك الساعه انا مقابل باشا كبير. طب اسمعي اللي هقول لك عليه كويس، قبل ما تنزلي من هنا تاخدي الحاجه اللي في الشنطه دي، شويه هدوم كده يعني على اعتبار انك كنت بتشتريهم، ده لو حد سالك. ولو ما حدش سالك هتيجي برضه تقولي لي مين سالك ومين ما سالكيش، وقال لك ايه وامتى وازاي وفين. والنبي انا اطمنت لك، انا هاجي اقعد جنبك. بتعملي ايه يا مجنونه؟ اقفلي الباب، مش عاوزين حد ياخد باله. ايه بس يا باشا، انا هزمك على العشاء. معلش يا باشا، اصلها يعني الصراحه اول مره تحصل لي نظام البشاوات والحاجات دي من غير لا توعجني. احنا من دلوقتي المفروض نتفق على طريقه نشتغل فيها مع بعض. ماشي. من النهارده انت شغاله معايا انا، يعني اي حاجه هتعرفيها تيجي تقوليها لي انا. ها، بالحرف الواحد. تمام يا باشا، انت تقول كل اللي انت نفسك فيه وانا وداني دي ما ترطق. على فين يا انا؟ روكسي بقى وعليك خير. روكسي اللي نعرفه يوم. ايوه يا باشا، خميس افندينا كان عندي هنا وكان ماسك في زماره رقبتي، وكان عايز سعادتك يطلع السر الالهي، واول ما سمع اسم براء النوح خد في وشه وطار، فانا قلت ابلغ سعادتك باللي حصل عشان تعرف تتصرف. أؤمر، أؤمرني ما عليك. مع السلامة. شلبي ضحكتني يا خميس، مع إن النهارده مزاجي مش معدول. أنا كبرت لك يا باشا وجيت لغاية عندك، غير كده وكتاب الله ما عندي غير ده فضيه في دماغه. الله الله الله، إيه الكلام ده؟ بقى خميس أفندينا على سنه ورمح عايز يروح للنوح في المنطقة بتاعتهم ويقلبها ظلمة عشان ابنه مد إيده على واحدة ست؟ ده كلام يا راجل؟ الواحدة دي يا باشا معدودة من حريمي ومن أهل بيتي، واللي يمسها يمس سني وكرامتها من كرامتي. معاش اللي يمس كرامتك يا خميس. امال اللي عمله ابن النوح ده اسمه ايه؟ لعب عيال. لعب العيال ده عندنا يا بيه بتطير فيه رجاب. رجاب؟ لا ده الزربونه الصعيدي طلعت. اللي اقول لي يا خميس، يا ست دي تخصك قوي قوي كده؟ انا كده عملت بالاصول يا بيه. اه ده خميس ما يبقاش دمك حامي كده، اقعد. ما ظنيش لك كلام في نفس تاني. اسلم لي نفسك يا ريس خميس. خد يا خميس. ايه ده؟ دي دعوة حفلة عاملها لبنتي بمناسبة رجوعها من بره. حفلة؟ ويهمني انك تيجي وتشرفني يا خميس. انا ماليش يا باشا. يا خميس لازم تيجي وتجيب الهانم اللي عايزين نرد لها اعتبارها معاك، لان كرامتها في رقبتنا كلنا، واللي هعمله ليلتها لو ما عجبكش ليك مطلق الحرية تعمل اللي انت عايزه. هاي عمروتي. اه حبيبتي فريدة بنتي، خميسة فندينا. هاي. يتوب علينا ربنا. صغاري قال ايه مش عايز يجي الحفلة بتاعتك؟ قال ما بيعرفش يرقص. نيجي يا بيه، نيجي نيجي ما. نيجي ونرقص كمان. تعرف ترقص فالس يا خميس؟ فالس؟ اه انا ما دخلت المدرسة كنت الأول على الفالس.
تعرف الفالس ده بيتحزموا له بايه؟ هو بيتحزموا له برضه؟ فيش رقص من غير تحزيم يا خميس. احنا مش هنخلص يا نوح من الليله دي ولا ايه؟ ليله ايه يا باشا؟ ما احنا جاهزين اهو، الدنيا تمام. انا مش بتكلم على الشغل. امال بتتكلم عن ايه سعادتك؟ نورني معاليك. عن لعب العيال اللي مع خميس اللي ملوش اخر. انا استحملت اللي اتقربوا على الاخر، وكل ده عشان العهد اللي خدته علينا، ومن يوميها وانا سكت لك على لعبه الصعيد يا نوح، وعلى الغشم اللي عملته فيها، وده كان هيبقى سبب كبير قوي ان امحيك من السوق، لانها حركه ما تطلعش من ابن بلد زيك. عشت يا باشا. ده مش عشان خاطر سواد عينيك، ده عشان خاطر خميس طلع واد عرف يزنقك في خمت الياك، وجاب الواد لغايه عندك في البيت، وعلم عليك زي ما علم على ابنك في الكباريه. صدقني يا باشا، انا لحد السعاري ما اعرفش ايه اللي حصل. ما هو لو ما تعرفش يا نوح تبقى مصيبه، ولو عارف وبتستعبط عليا يبقى مش حلو، هتزعلني. ما عادش يزعلك يا باشا، ده احنا كلنا رجالتك. ما عشان انت من رجالتي انا جبتك هنا وبتكلم معاك. واحد غيرك كان زمانك بتترحم عليه. لم ابنك يا نوح وقول له ابعد عن حريم خميس. بس افهم الاول هو عمل ايه وانا اقطم لك رقبته. التفاصيل دي عنده هو. انا قلت كل اللي عندي وخلص الكلام. امرك يا باشا. اعمل حسابك ان العمليه الجايه حصتك كلها رايحه الخميس يا باشا. بس كده ده اقل عربون تدفعه على الوساخه اللي بيعملها ابنك. اللي تؤمر بيه يا باشا. تروح لهم وتتفق معاهم وتشوفهم عايزين ايه. هما مين دول يا باشا؟ عيلة افندينا. مين؟ قابلتك داوية. النوح ممكن يبيع نفسه علشان ما ترجعش السوق تاني، فبلاش لعب العيال علشان ما ينولش مراده. عيال ايه يا حاج؟ مش فاهم تقصد ايه. اللعبه اللي بتلعبها انت وابنه مش هتجيب فايده. براء النوح عايز يرد لي القلم. هما بيشغلوك عن السوق بكلام فارغ. خميس، احنا في عرض رجعتك في السوق. ما تتكلم يا ابو سيدنا، ساكت ليه؟ معاه حق ابو جمعه. النوح رمي لك ابنه في سكتك علشان يكعبلك فيه لحد ما يلاقي لك خور يدخل لك منه. صبح. ما انا فاهم كل ده، وعلشان كده انا رحت قدام العمروتي وحطيت النوح وابنه عشان ابقى نفضت ايدي من العهد. وبكده انا بحكيت له كل وسخاتهم معايا من ساعه ما خرجت من السجن وزنقتهم معايا. ده عين العقل يا ابن بطني. وبكده تبقى شديت عودك وصلبت طولك ورميت عظمك، واذا حب النوح ياكلك في السوق اتحشر له في الزور، والعمروتي هيخلصك منه. العمروتي قال لك ايه بالظبط؟ يتوب علينا ربنا. يا مساء المزاج العالي يا معلم. خير يا حاج؟ جايبني على ملا وش ليه؟ مصايبك اللي ما بتخلص يوم لحقاني في كل حته، ومخلياني اطاطل ده واسمع من ده، وكل ده ليه؟ عشان عقل سعادتك في رجليك. في كل سكه مصيبه، وفي كل حته كارثه، وفي كل طلعة بلوى بتيجي على دماغ أهلي أنا. جرالك يا حاج في إيه؟ إيه لازمة الموشح ده كله؟ مصلحة الطياري، مصلحة اللي عداية اللي اشتغلتني بيها. مصلحة إيه دي؟ أنا مش فاهم حاجة. أنت واد زبالة، واد غبي وأهطل، ما أنتش فاهم حاجة في دنيتك، وبسبب عمليتك السودة دي هتجبرني اروح لحد افندينا ببيته واطلب منه السماح. اوعى تعمل كده يا حاج، اوعى تعمل كده. وانت خليت لي حل تاني. انت لو عملت كده يا حاج انا هقتله وهقتلك.
وهقتل نفسي معاكم. فاللي حصلت يا فندم ترى شفاعك يا رب المعلم النور وامان. ماشي انتوا فاكرين النوح ده ايه؟ عيل صغير ولا تاجر نص لبة؟ ده راجل من كبارات تجار الكار وله ناس ورجالته وعزوته، يعني مش بالساهل كده انه يطاط الكلام اللي عمروته ويلم الدور معانا. احنا في بيننا وبينه دم يا حاجة، مش بضاعة وفلوس. السوق شقلب حاله ابو جمعة وانت في السجن، والسيطرة ما بقتش زي الاول. خش. لا مؤاخذة يا فندينا، اللي جابك هنا يا زوز؟ في زيارة مش على البال ولا على الخاطر. زيارة من مين؟ النمح بره. هات يا جمال يا رب. اهلا وسهلا بسيد المعلمين، كبير عيلة النوح وكبير الكيف وصاحب المزاج في البر كله. نورت يا معلم. النور نورك يا حاجة. ايه الريح الطيبة اللي حدفتك علينا يا معلم؟ كل خير يا حاجة، حق وبنرد لاصحابه. دوز امر فندينك، خد رجالة المعلم نوح وسيهم شاي، خليهم يريحوا ايديهم شويه بالسباحه. وجب يا فندينا. يلا رجاله نفذ يا كبير. نفذ بس خليك قريب. حافظ. يلا رجاله. يلا رجاله. حق مين واصحابه مين يا معلم؟ حق فندينا وجايين نردهوله. الحق اترد لاصحابه من ساعه رجلك ما خطت عتبتنا، وعلى راي المثل من دخل بيتنا استاهل محبتنا. اه ومن جه دارك جاب الحق عليك، وما حب الا بعد عداوه. انا جاي امد ايدي واقول صافي يا لبن. قلت ايه يا معلمه؟ ما تحضرنا يا معلم ابو سلمى. والله يا معلم انا بقول القول عند كبرنا يا معلم نوح. الرد عند فندينا. قلت ايه يا كبير؟ حليب يا قشطه.
تبقى ليلة القدر اتفتحت لك يا فندينا. انت مستقلية بابنك ولا يما؟ معاش اللي يقول كده. انا قصدي اقول ان جوازة زي دي في مصلحتنا، خصوصا وانت لسه ما نفضتش تراب السجن من على جتتك، ولما سبتنا بقينا في النازل، وجوازة زي دي هتفتح في وشنا الابواب ونقب من على وش الدنيا. انا يا فندينا يما من كانت الدنيا ادتني ظهرها حبتين، فمسيرها تروق وتحلى وتدينا وشها وتضحك من تاني. ما هي بتضحك لينا، بس انت اللي مغفلاقها قوي. دي سكة مش لازماني. واللي تلزمك الرقاصة اللي واكل عقلك. رقصتي؟ انت فاكرني نايمة على وداني ولا عاجزة بصحيح؟ انا من الكرسي ده بدور الدنيا بحالها. خلاص يا حاجة ملوش لزوم الكلام ده. بس يلزمنا انا يا روح امك، مش افندينا اللي يقع في بيت زي دي ويتجوزها، واذا كانت لازماك قوي ارملها قرشين اخر الليل زيها زي غيرها وزيك زي غيرك. بزياده بقى يا امك. بزيادهك انت، انت اللي لازم لك قفله. خلاص القفله بقت بضبه مفتاح والحكايه جابت اخرها. يبقى تتجوزها بعد ما تخلص المصلحه، والقرشين اللي هيطلعوا منها يخلوك تخش عليهم بقلب جامد وراسك مرفوع لفوق. ربنا يهديك يا ابني، ربنا يهديك ويبعد عنك ولاد الحرام. الله أكبر. الله. طب وكان لازمته ايه بقى الحوار ده كله لما انت ناوي تلمها في الاخر؟ ده شغل عتاق يا حمار. ما انا كنت فاهم كده يا معلم، بس لما الموضوع يطلع على فشوش يبقى الحكايه فيها انه مش لازم الضربه تصير، كفايه قوي انها تدوش. امنه الحكومه تنتبه له وتحل عن سمان احنا، ومنها هو يبقى مطمن لنا قبل ما يخطب رجله في الملعب. انت بتثبتني؟ بتثبتني انا يا معلم؟ بقى انا اقول لك مش هخليها اوبها وانت تجيب ورا عشان تفتح له سكه؟ وليه ياد ما تقولش ان انا بحفر له قبره؟ ما انا قلت لك سيبنا اجيب لك عجله. ما انت حاولت مره واتنين وانا قبلك. ايه اللي حصل في الاخر؟ ده قط بسبعة ارواح، هو قام منها واحنا خسرنا نص المصلحة. طب ما ترسينا على اللي في دماغك، ولا انت لسه شايل مني يا سيد المعلمين؟ شايل منك؟ ياض ده انت ابني حبيبي، ده انا نفسي تبقى كبير الناس دي كلها، وكمان نفسي ومنى عيني تبطل غشم ولعب ناشف وتبقى بقى حريف عشان تبقى هداف زي ابوك. طب ما ترسيني يابا على الخطه وريحني. مع انك ساعات بتبقى حمار قوي، انما برضه ساعات كتير بتعمل حاجات بتعجبني، واقول انك بغشمك ده راسم الخطه معايا. قصدك ايه؟ رمانه. الله، ولا الحوار ده وصل لك يا سيدي المزاج؟ مش مهم وصلني ازاي، المهم انه عجبني. اهو كده يا ابني، اهو كده. مش تقول لي ضرب بالحزام وعلامه في الوش. اهدى احنا يا ابني والعياذ بالله مش الحكومه عشان نعمل الكلام ده. لا لا لا، انت بقى تخش عليها بالهادي باللطيف بالظريف، وشويه شويه تجيبها على اسنانها في صفنا، ساعتها تبقى انت ابن ابوك بصحيح. يعني ايه؟ يعني انا عرفت اجيب جول؟ ريتك تعرف تكرره تاني. وحط ايدك بقى في ايدي واحنا نحذف افندينا بره الملعب في غمضه عين. بس ده ما كانش يقولك زمان، طول الوقت عمال تقول لي بلاش نعمل مشاكل، بلاش عشان العمروتي باشا. وبرضه هقول لك كده، عارف ليه؟ عشان انت خفيف ومتعور في الوش.
انا يعني لما بعوز اعور اعور في لا مؤاخذه حته من الدنيا وخلاص. ها فهمت؟ فهمت فهمت يا سيدي المعلمين. مالك يا بنت بتخشبك انا ليه ولا حكي؟ ابوس ايدك يا معلم، ابوس ايدك على بقلي وخليني امشي. لما انت يا اختي عارفه انك ما حصلتيش جريه عندي كنت بتلعبي بديلك من ورايا ليه؟ ها ابوس ايدك يا معلم، ابوس رجليك. ولا يا بنت يا بنت قومي، مش شايلين ذنب، انا مش قد. قوم الله لا يسيك، انا مش ناقص يا معلم. انا غلبانه وحدانيه وماليش حد في الدنيا ومش حمل اذيه. ومين جاب سيره الاذيه دلوقتي؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا بنت يا بنت انا سالتك سؤال ومستني ترد عليه. يا معلم اللي انا عملته ده مش برضايا. مين بقى اللي غصبك؟ انا مش قد الحكومه ولا الحكومه قدي. ويقدر على القدره اللي ربنا. لا ما بنت يا بنت ما تخافيش ما تخافيش، أنا لو عاوز أتويك كنت عملتها من غير ما حد يحس بيها، ولا كان في مخلوق هيعرف لك طريق جر. يا معلم أنا أنت بس طيب. طيبة. أنت فاكراني إن أنا راجل أهبل اتهطل على البنت اللي ضحكت عليه ولحست نافوخه بكام جلسة مساج وكم ضحكة ميصة وكم نظرة رضا. بس انت لو كنت بنت بصحيح كنت لعبت على الحصان الكسبان. يا معلم انا من ايدك دي لايدك دي واللي انت عايزه، بس ارحمني والنبي. الرحمة من صفات الخالق سبحانه وتعالى، مش من طبعنا احنا بني ادمين. انت عايزني اعمل ايه يا معلم؟ ولا حاجة ولا أي حاجة، اللي أنا عايزه أنت عملتيه خلاص. يعني يا بنت أنا اللي كنت بشغلك عند الحكومة عشان يوصل لها اللي أنا عايز أوصله، وبصراحة أنت قمت بالواجب صح الصح، عشان كده أنت تستاهلي مكافأة نهاية الخدمة. عشان تعرفي ان انا احسن من الحكومه بتاعتك. يبقى هتبقى ودي يا معلم. هتجوزك. عامله ايه يا عروسه؟ ايه؟ فهمت. يا معلم تعتقني الوجه الله، انا خلاص طبت مش هعمل كده تاني. معلش كان لازم احميكي من نفسك، لا الشيطان يرجع يوزك ويلعب بعقلك تاني وتهجي وتروح لاخواننا البعض. خلاص يا معلم انا طبت والله، انا من ايدك دي لايدك دي. يعني خلاص عيدنا وعرفنا ان الله حق. خلاص يا معلم والله ما هعمل كده تاني، انت حتى لو طلبت مني اولع في نفسي واسيوب هعمل كده، بس خرجني من هنا والنبي. مطره. نعم يا معلم. فكيها وخديها نظفيها ونفضي تراب الكركبه دي من عليها ورجعيها بني ادمه من تاني. شفتي إن أنا أحن عليكي من الحكومة؟ ومش كده وبس يا مطر، انزلي كمان اشتري لوازم الفرح، أنا عاوزة عروسة على الفرازة.
ولو قدرت تفرديها شوية تفرديها. ماشي يا معلم. هزيتي يا اختي وعديتي ها؟ بيحولوا يا اختي بالجلابيه على الفحم والشيشه. ايوه بقى التكنيله موقوسه. اي في عينك. لا ما ينفعش يا علي، ما ينفعش نقرب منها اكتر من كده، لان لو قربنا منها اكتر يبقى بناكد علاقتها بينا وهنضحك علينا نوح اكتر واكتر كمان. امال هنسيبها بعد كل اللي عملناه معاها ده؟ ما البت دي مش سهله خالص يا علي، البت دي بتاعت فلوس، واضح ان النوح معكمها كويس قوي عشان ما تقولش على اي حاجه شافتها. نجيبها بالغصب ونربيها لحد ما تقر. اه هتجيبها هتقول لك على كل حاجه، واول ما تسيبك وتروح للنوح هتقول له برضه على كل حاجه. البت دي بتلعب على الونجين، ما يهمهاش غير الفلوس وبس. والعمل ياسر بيه، احنا كده بنبعد عن النوح وخميس وسايبين لهم الطريق يبرطعوا فيه زي ما هم عايزين. في حاجة علي احنا مفكرناش فيها. حاجة ايه يا باشا؟ حريم الرجالة دول. حريمهم؟ مش فاهم. هقولك. ضاوية، كرامة، مطرة، شوق، سوريا، حريم الرجالة. دول لو عرفنا نرصدهم بعينينا كويس قوي هيبقوا الطريق سهل للوصول لرجالاته. شو البضاعة وعن قريب قوي هتسمع سمع خير يا معلم. الأمر ما يخصنيش يا معلم نوح. حقك كان لازم اردهولك، ومن هنا ورايح حصتك هتكون قد غيرك مرتين. متاخر اجاوب يا معلم. يعني ايه يا معلم هلا؟ انت نويت تغير الكار ولا ايه؟ خلاص بضاعتنا ما بقتش تلزمك. اللي عندك هو اخر ما عندك، واللي جاي ما بقاش بتاعك. وان كان على حصتي فانا اخدت حصتي من المصدر واكتر بكتير من اللي وعدتني بيه. ايه ايه؟ سمعني تاني اللي قلته ده. اللي قلته سمعته كويس يا معلم. اوعى تفتكر يا معلم هلا ان ممكن في اي حد في السوق يبيع لك حبايه من غير امر مني. الامر ما بقاش بيدك يا معلم نوح. الظاهر ان الغضب عمى عينيك يا هلا وخلاك تنسى مين اللي قصادك. لا يا معلم، غرورك انت اللي خلاك واقف لحالك في الطل، ما انتش حاسس باللي بيحصل حواليك. وايه يا اخويا اللي بيحصل حواليا؟ ولدك زي ما رصف بيده سكه لتجار بير السلم وانت مش حاسس. السوق رصف سكه تانيه لمصدر تاني غيرك. لا لا تنساش نفسك. انت اللي نسيت نفسك يا معلم وسلمت دجنك العيل طايش حدفك شمال. فوق يا معلم نوح، افندينا نزل الملعب وخد مكانك. افندينا؟ وقعد مع كبارات السوق وده كل واحد فيهم حصته بالعدل، والكل جام مرضي. سلام يا معلم نوح. صحيح، ما تنساش تسلم لي على الوريس. شفاعة! عمرك يا كبير. وانا احب كده، اجي كده في الروقان الف لي سجارتين اشرب لي كاسين بعيد عن الوش والقرف ولادت وعجن ابويا. لا مؤاخذه يا برنس. ثانيه واحده، في ايه يا ابني؟ مش قلت سيبوني شويه اروق دماغي شويه لوحدي؟ في حد بره عايز يقابل معاليك. مين؟ اتفضلي. طب اقفل انت دلوقتي. انا قلت هو الموز. انت قلت مستنيني وانا ما كتبتش خبر وجيت. تصدق بالله انا قلبي حاسس ان الجايه جايه، قصدي يعني اني مش هون عليك. ايوه بس انا ليا عندك حق عارض.
انت حقك مردود تلت ومتلت وبأي تمن. رمانة ملهاش تمن يا براء، ولا عمرها هتنزل مزاد رجالة. رمانة ما يوزنهاش إلا راجل يسند ظهرها لأجل ما يملى عينيه. أهل كرنا قالوا أدي الجمال وأدي الجمال. أنت جيت لي وقصد أفندينا، بس برضو غاوي، والغاوي ينقط. وقلت إني معاك هكسب فوق ما أنتي متخيلة. وديني جيت أهو عشان نتفق. وماله نتفق؟ بس قبل ما نتفق في بقين عايزك تسمعيهم، عشان أنا أحب الشغل يبقى على نور حتى لو سكته ضلمة. قول يا براء. لو الشيطان حب يلعب معاك الدنيئة وصور لك إنه ينفع إنك تشتغليني ويبقى آخر الحوار ده إنك تسلميني الأفندينة، تبقي خطيتي عتبة قبرك وحفرتيه بإيديكي. يبقى أنت بتحمرق ومش قد كلامك. أما بقى لو كان الكلام طالع من القلب وبنية صافية ونظيفة ومش متعصى غدر، تبقى حطيت رجلك على سلالم الجنة وعمتي على وش الدنيا عوم وخبطتي على باب السعادة بإيديك يا رمانة. بقولك إيه يا براء؟ أنت شكلك كده مش مطمن. خلاص لو مش مطمن بلاها ونشيل ده من ده يرتاح ده عن ده، بس تطلعني من نافوخك خالص وتطلعني من الحوار ده. يا بنت اقعدي، ايه القفش اللي انت فيه ده؟ اهدي شويه، الكلام اخده وعطى. وانا برضو مش عبيط عشان اصدق ان واحده ممكن تقلب على حبيب القلب بسرعه كده. ربنا يكفيك شر كسره القلب، والست لما ينكسر قلبها بتسن ضوافرها وتذبح. وخميس خليني اسن ضوافري على الاخر. سلامة قلبك يا رمانة. يبقى نبدا. طب مش نسمي الاول؟ بسم الله الله اكبر. واحاول اشوف لها سكه نخرجها بيها قبل ما رحلوها على النيابه. اه ينوبك ثواب. اه بس الحكايه دي فيها قرشينات زياده يا مسامي. مش مشكله، كله على حسابهم وكله على النوطه. اسمها ايه؟ هي اللي مرميه هناك دي. شوف مكلبشينها ازاي كانهم مكلبشين عربيه واقفه صف تاني. اسمك ايه؟ سعاد؟ الله على اللقاء الدامي ده، انتوا طلعتوا تعرفوا بعض من زمان. زمان قوي. عارف انا خطتي ايه يا خميس؟ نعمل فرشة رمادول وعائلته الكريمة في السوق. ده طعم عشان الزبون اللي ليلة في سجارة ولا في أبيض ولا بني. بعد كده شد الأحمر من السوق عطشه، تلقى الزبون بيدور على حاجة يعبي بيها دماغه، بس عين أمه ما يلاقيش. طبعا، لأن ولا البني ولا أي حاجة من النوع ده هتكيفه. هيجري زي الرهوان على الاستاف اللي بناكل منه عيش. فيزا اوف كورس. براون شوجر. ليه يا باشا؟ براون شوجر. بي اس، البي براون والاس يعني شوجر. يس. انت فاكر ان احنا نقعد نشتغل في الشريطه ب30 و40 جنيه؟ دي مجرد فرشه زي ما انتوا بتقولوا، هيفرشوها رجالتك وعزوتك اللي عايزين افنديهم يرجع السوق بقوه. هما يفرشوا وما عليك تحضر التقيل لوقت اللزوم. بكده يبقى اختصرنا الزمن والمسافه. احنا لسه نستنى زبون يلف سجاره ويخش على حجرين وحلني بقى على ما يشد خطين. احنا كده بنساعده، هي اول برشامه وبعد كده تلاقيه يجري على طول على المجروس. ويبقى وفرنا عليه وقت وفلوس كمان. يتوب علينا ربنا. برنسيسا. هاي داد. اه حبيبتي. هاي خميس. مش برضو خميس؟ أفندينا. خميس أفندينا. ها حبيبتي، عجبك السبا؟ ظريف. مادام عجبك هشتريهولك. ثانك يو. أنا هغير وخارجة على طول. بس بيخلي بالك وأنت سايقة. أوكي، سي يو ليتر. باي. باي. كنا بنقول إيه يا خميس؟ سي يو ليتر. أليجيتر. ده ليها كمالة. عارف يعني إيه أليجيتر؟ يعني سامعها قبل كده بس. البوزه؟ أليجيتر يعني تمساح. تمساح. عارف دهان التمساح؟ يعني
دهان التمساح يا باشا. دهان التمساح ده ابويا بيدهنوا بيها الحيطان اللي عايزه تشد وتعلى. يا باشا ما تدخلني معاك في الاسبانه هتجيب لي برنسيسة ده شريك يعني. ما شاء الله. تعرف يعني ايه سبا؟ فاكهه برضه؟ امال ايه؟ سبا يعني موزه مقشره، مكان تروحوا يفضلوا يدلكوا فيك لغايه لما تخرج زي الموزه المقشره. يا سلام زحلقه يعني. تضرب سبا بلبن هتزحلق جواه كمان. والله يا باشا ده انت حكايه. يتوب علينا ربنا. بلغك اللي عمله الباشا بتاعك. كنت عارف انك جايبني عشان كده يا سيدي الناس. يعني بلغك؟ في السوق بتاعنا مفيش حاجه بتستخبى يا عم، الجمال كلهم. وانت ايه رايك؟ انا في الليله دي كلها مجرد مرسال، انا بلعب في تيم تاني براكو يا معلم. بس انت قريب من الباشا ومفيش اقرب من اللي زيك لمزاجه. مالت انت ممكن تاخد مني فلوس كتير قوي من غير ما تاثر على مكانتك هناك. اشبك ايدك في ايدي يا معلم وشبكه العشره الكرام دول ومليك عليا حلفان. انا مفيش واحد على كوكب الارض كله بيكره خميس افندينا زيي. ومش بس كده، هو الوحيد اللي بوظ لي اكتر من الشغلانه عشره وليه عنده بدل الطار الف. حلو قوي كده، احنا الاثنين على خط واحد. بس ما تاخذنيش يا معلم، يعني خميس افندينا عرف يخش للباشا صح. ومش بس كده، الباشا معتمد على اهله وعزوته وناسه، هم اللي مساندينه وبيحموه في ظهره. مؤاخذة يا معلم، يعني انت مشكلتك في ابنك براءة، هو الوحيد اللي هازل صورتك في السوق، وده اللي سمح ان الباشا يديك كتف. وما تعرفش خميس افندينا عامل ايه للباشا، تحس انه ساحر له، وصف له وصفة، عامل له عمل حاجة كده، تحس انها ايه رأيك يا مرض؟ وانا بعد جايبك علشان تعقدها ولا علشان تحلها؟ انا هقول لك على الصح. خميس افندينا دلوقتي في حماية الباشا، ولو حصل أي حاجة لافندينا الشبهات والشك والريبة والضغينة هتحوم حواليك. يبقى المنطق بيقول إن احنا نلعبها صح، باسورد نعديها يعني ونطاطي للريح شوية. وبعدين؟ نتفق، تحط إيدك في إيدي. اعتبر إيدي في إيدك يا مرض. بس ناقص واحد معانا ويكمل مثلث برمودا، مثلث الرعب اللي هيقضي على خميس افندينا. تقصد مين؟ اللي معاه السر كله، بدران الشواف. بدران؟ لا، اذا كان على بدران سيبوه، انا عارف سكته كويس قوي. أنا مش قادر أفهم أنت إزاي مأمن لراجل زي ده؟ ده كلب أفندينا يا حاج وعمره ما هيبيعه. لازم يبيعه، لازم. إحنا في خطر يا براءة، ولو اللي في دماغي ما ظبطش كل حاجة هتضيع مننا. نفسي أفهم أنت قلقان من إيه بالظبط يا معلم؟ ما ترسيني معاك على الحوار وتدخلني معاك في الصورة. أنا حاسس إن الباشا هيسلمنا الخميس زي الخدفان، وانا مش ناوي ابدا اناولها له. عشان كده لازم نحصن نفسنا قوي قوي قوي. طب ما انا قلت لك الكلام ده من بدري يا حاج، انت اللي ما سمعتش كلامي. انت عملت ايه في حوار بنته؟ بنته؟ ما انا سبتها زي ما انت قلت لي. لا معلش، رجع لها تاني واستمر. بصراحه انا ما بقتش فاهمك يا حاج، شويه تقول لي سيبها وشويه تقول لي ارجع لها، هي ايه الحكايه بالظبط؟ يا نفهم بقى، بنته دي هي الشوكه اللي هنحطها بزوره. لو بعنا لازم ترجع لها تاني بس تحت عيني. يعني ارجع ادوس بنزين من تاني؟ بس دي ما تمسكش اللعبه التانيه. لعبه ايه؟ الرمانه. رمانه. رمانه. Thank you.
كل سلطة يا معلم. سلطة. شكرا. سلطة يا حبيبي. شكرا. خد بالك يا معلم ده من فرنسا. يسلم ايدك. كنت حتة اللحمة دي وبابا. حتة اللحمة دي وبابا. والله أنا وشيف. أنا وشيف أبوك. وفي إيه يا باشا؟ مفيش يا معلم. دي هديتي للعروسة، ألف مبروك يا معلم. الله يبارك فيك. تعيش يا باشا، ربنا ما يحرمناش منك. ودي هديتي لأحلى عريس. تشكر يا فندينا. يا حبيبي. وده لحبيبي. إيه دي النقطة؟ حسن، طول عمرك حسن يا معلم. ده شيك بنص المصلحة اللي خدتها منك. ما تلزمنيش. أنا أصلي راجل تعودت إن أكسب من على جبيني. أوه برافو برافو خميس، طول عمرك تبهرني بشهامتك. نتعلم منك يا باشا، نتعلم منك يا باشا. طبعا طبعا يا باشا، طول عمره بيبهرك، طول عمره بيبهرك. صح. إنما قول لي يا معلم، هتقضي شهر العسل فين؟ باشا يا باشا، شهر عسل إيه؟ خلاص بقى كبرنا على الكلام ده. لا 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 قد انا ما بحبه. هو في الدنيا عريس هيبقى غالي على قلبي زي المعلم؟ لا طبعا، ده اغلى الناس، ده ماكسيمم يدبح لك 100 جمل. انا يا جماعه متشكر قوي، بس انا لا 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 انا مش فاضي الكلام ده، انا عندي الشغل اهم. شغل ايه بتاع ايه يا معلم؟ خد وقتك زي ما انت عايز. على اخر اقل الراجل يكون وضب حاله ولم اعزاله عشان يرجع بيته اللي انت عايش فيه دلوقتي، وانت تكون وضبت حالك وتشوف لك بيت جديد. راجل ايه؟ الراجل بتاع الكفته اللي ورا ده؟ لا، الراجل بتاع الكفته اللي قدام اللي انت قاعد في بيته، مش كده برضه ولا ايه؟ يتوب علينا ربنا. صحة العريس بقى يا خميس. صحة أحلى عريس. إيه دي العروسة دي أدابها وحش؟ دي عروسة فقر. طمني يا دكتور، إيه الأخبار؟ هو كان أخد حاجة عشان خاطر الجواز يعني ولا حاجة؟ حاجة زي إيه يعني يا دكتور؟ معاك أنت حاجة؟ ها؟ مفيش حاجة يا دكتور، ما تاخدش على كلامه، أصله تعبان شوية. هو واضح إن هو تعرض لانفعال مفاجئ، بالإضافة إذا كان خد حاجة يعني، فعملت له هبوط في ضغط الدم وفقدان وعي. عموما الحقنة اللي خدها هتخليه كويس جدا إن شاء الله. يا رب. يعني إيه يا دكتور؟ شهر عسل كده اتضرب بقى ولا إيه؟ يا بنت اتكلمي شوية، شهر عسل إيه وبتاع إيه؟ لا لا لا، شهر عسل إيه؟ مفيش الكلام ده خالص. إيه؟ خالص. ليه؟ فهمت يا دكتور، فهمت. جت الحزينة تفرح ما لقتلهاش مطرح. يا بختك يا سوريا. يا بنت تبطي، الراجل هيروح مننا. حاضر اهو اتبطيت. اسكتي يا بنت الدوية. اديني الحباية، الحباية. حباية. حباية. سلامتك يا معلم، ألف مليون سلامة عليك يا أخوي. الله يسلمك. شكلنا كده اتحسدنا، خدنا عين وعين كبيرة قوي. خدتوها على إيه يا أختي العين الكبيرة قوي دي؟ بقى الحاجات دي بتتنزل. دي خيبة القمر راكبها جمل. شايف مرات ابنك بتلقح عليا بالكلام إزاي يا معلم؟ عاجبك كده؟ اصبري عليا بس لما أبقى أقوم. اصبر عليك أما تقوم. أقوم. والله طلعت قد القول يا باشا. اللي عمله العمروطي الليلة كيفني وعلاه في نظري ياما. يعني الكلام بقى اللي قلناه المرة اللي فاتت. لا، في شغلتنا دي ما تأمنش لصوابع ايدك، بس اللي يعمل الصح يستاهل كلمة في حقه. ايه رأيكم بقى ان انا مش مطمن الحكاية دي لغاية دلوقتي؟
ازاي النوح يسيب بيته بالسهوله دي؟ اكيد الحكايه دي وراها مصيبه. ليه يا خال؟ هو انتوا مش برضو سبتوا البيت بالسهوله دي؟ اشمعنى بقى؟ انت بتعايرنا خميس ولا ايه؟ انا بفكرك بس. مصاريفنا كانت بره خميس وكنا لازم نلمها، والنوح حط السكينه فوق رقبتنا. انت اللي سلمت رقبتك يا خال، ما تزعلش مني. هي محشوره في زور اصلها واقفه من ساعتها، مش عارف ابلعها. كان نفسي تقف له بدل ما تطيله. ما تطيله؟ ما تحاسب على كلامك يا خميس. ما تضيعوش فرحتنا اللي ما تتقدرش عشان خيبت زمان. خلونا في مكسب الليله. يبقى احسن برضه. ماشي يا حاج. ماشي. ابو نعناع بقى حجر مزاج الخير بعد السمك، يوزن الكلام ويظبط الدماغ. الله، مزاج زين يا فندينا، عشمنا بقى نتفق ونبارك. حصة كل واحد من الرجالة دي رقبتي. بس السعر عالي قوي يا فندينا. دي تسعيرة سوق، انت عايزنا بيع بره تسعيرة السوق يا معلم يا رجالة. ايوه فندينا، احنا برضو رجالتك ولينا عشم فيك. احنا عايزين ناخد البضاعة بسعر المرة اللي فاتت، وكده تبقى عملت معانا واجب صح. لا اله الا الله، ما هو انتوا لو تعرفوا انا بجيب البضاعة ازاي هتعذروني. انا مقدم للحكومة 3 خرفان من خيرة الرجال عشان ادخل البضاعة دي وتسترزقوا. خلاص يا فندينا، سلمها لنا برا واحنا نسلكها. مش هتعرف يا معلم، السكك كلها متشمعة. واحنا برضيك لينا سكاكنا. خلاص جيبها انت بقى كلها من بره، ويبقى من دقن وفتله وفضها سيره. اهدى بس يا فندينا، الكلام مش كده، الكلام اخده وعطى. والسوق عرض وطلب يا حبيبي، واللي مش عاجبه يتصرف. انا جايب لكم بضاعه مقشره لغايه عندكم، بلاش بطر بقى. خلاص يا فندينا، خلاص اللي تشوفه، اقعد بس كمل قعدتك. القعده بقتش تلز، بقت سحابه مغيمه وطيرت النفسين. يا فندينا احنا برضو رجالتك وما هسيبك. تسمعوا الكلام؟ حاضر يا فندينا حاضر، بس اقعد كمل قعدتك، اقعد بس اقعد. اسمعوا المفيد يا رجاله، اللي عايز منكم يكبر ويكسب الطاقه 10 يوسع النشاط ويفتح دواير جديده، يفتح دواير جديده. سيبوكوا بقى من شغل النوادي بتاع التمانينات ده، خشوا على الجامعة، على الجامعة، على الكافيهات، السايبر اللي هو بتاع ال ايوه عارفينه عارفينه. الأماكن دي كلها منفذة على بعضها، وأربابها جاهزين وعلى المفتاح، واللي هيخش منكم بقلب جامد ليه عندي الحلاوة والمكافأة، وكل واحد على قد اجتهاده، ويتوب علينا ربنا. فتحة. لا بقى في تاريخ ولا جغرافيا. راس خميس جاب بكلمتين ومسح اسم ابو سنه من على الوجود. خميس النهارده بقى غير امبارح خالص يا بدران، الكيمياء غيرته. ركب على الكل ودلدل رجليه، عايز يدوس على الكل حتى خاله. خميس؟ خميس بقى يا كمال؟ خميس ده ابني انا اللي مربيه، كنت بشوفه قدام عيني كل يوم بيكبر شويه شويه، كنت حاسس انه حته مني كانه ابني. كنتش عارف انه هيجي يوم ويرميني الرميه دي ويعيرني باللي راح. وضاوية سنداه واقفة في داره بتحميه وتشجعه، كل اللي يهمها انه يكبر ويسيطر على السوق ويجيب لها الحفيد اللي يملى عليها البيت ويدوس على الكل حتى على اخوها. خميس مسنود من الباشا يا معلم، مش من ست ضاوية. باشا مين؟ انت مش فاهم حاجة. انا كنت فاكرك بدران، لعت بدر واحد. كل ده تخطيط ضاوية ورسمها، قلبت على الباشا ذات نفسه
لما رفض الخميس يدي كتف للنوح وطلعه من السوق وسلمه للحكومة تسليم أهالي. خميس اللي مكاوب نار الغدر يغدر؟ مش مصدقها دي يا معلم. لا صدق صدق أبو طهران، خميس النهاردة بقى غير خميس بتاع امبارح خالص. كل يوم كرشه بيوسع ونابه بيتسن وعايز يبلع الكل في كرشه، عشان كده لازم يخلص ممنوح. وعلى رأي المثل يا نوح ما بعدك نوح. زيح زيح من على قلبك يا معلم. زيح ما مزح لدرجة اني بفكر اشتغل مزيح في الإذاعة. القلب المعبي لتمة عيونه غدران من يوم ما اتعلقت في شباك شوق دايما مكتوب. ما هو العشق ده زي الرزق، لا ينفع فيه شفاعة ولا ضهيره شطارة. شو شكلها عامله لك بدل عمل 10 يا معلم؟ لرصاصة الطار اللي محيراكي، مش ده اللي جايبك لغاية هنا؟ لو الحل رصاصة في صدرك كنت عملتها من زمان وما كانتش خيبت زي اللي عملوها. يلا انت مش جاية تاخدي بطارك؟ طاري عند النوح اللي حط ابنه في وش المدفع عشان سوق وفلوس ومركز. طب وانا اضمن منين الكلام ده؟ اقل الدنيا امارة عشان اعرف ابلع الكلمتين. اشرب لك كوباية مية عشان تبلع، واذا كان الكلام ده مش لازمك فوتك بعافية. استني بس استني، ما تاخدنيش على الحامي كده. رواي اللي عندي خلص، ولو اللي عندك لسه في الفرن شيعلي لما يستوي عشان نتفق. يعني انت شايفة ان طارق عند النوح قال؟ لسه سمع صوت غريب وهو بيصرخ في وش ابوه وهو بيقول له الحكومة ملهاش في اللي بيننا وبين خميس. ساعتها النوح ما كانش سامع حد، كان عاوز يخلص عليك ويكوش على السوق حتى لو التمن كان ابنه. هو انت جاية تبرئي غريب ولا جاية تورطي النوح؟ الاتنين يا فندينا، براءة غريب وطار ودين في رقبتي عمري ما هنساه. لو الكلام ده يلزمك حط ايدك في ايدي، ما يلزمكش فضها سيرة. انت ست بصحيح، انما شكلك بميت راجل. وشوق بقى اللي انت مسرحها ورايا في كل حتة دي، اعمل فيها ايه؟ احلقلها نفضلها ولا كأنها حشرة حشرة. ايه كده خلصت دورها؟ اتفقنا. والفتحة قال لي يخون العهد ويتوب علينا ربنا. تريش ليه؟ آمين. دونه من خطر على استقرار وأمن المواطنين وباعتبارهم منبع السوق، وهم الآتي أسماءهم: خميس عنتر أبو سنة، طوية أبو سنة، وشقيقها أبو سنة، والنوح السكرتي. براء النوح السكرتي. مقدمه لسيادتكم مقدم آسر منصور في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. الحكومة يا معلم. اقعد يا شلوف. يا معلم بقول لك الحكومة. كمل لعبة شلوفة. الله فيك. الحق معلم ابو سنة، الحكومة كبست على بيتكم. هنكمل الدور ونشوف في ايه. اغفى. حاضر يا معلم. خشب يا معلم. ما تزود النار يا ده كارع. هات يا جمايل يا رب. We'll be right back.
البيوت لها حرمة يا حضرة الضابط. أنا معايا أمر بالتفتيش يا معلمة. وماله؟ بس بالأصول، مش تخشوا هجم كده على الحريم وهي بتفك عن نفسها؟ ثم إن راجل البيت مش موجود من أصله. ربنا يرجعه بالسلامة. أنا هبعت له رسالة بارك له على شهر العسل اللي بيقضيه ده. ولما أنت عارف يا حضرة الضابط إن صاحب البيت بيقضي شهر العسل، يصح برضه تهجم على بيته بمصاص الليالي وهو مش موجود؟ وتسيب رجالتك يدهوسوا في وسط حريمه ويكشفوا سترهم؟ دي اصول برضو. مفيش حاجه يا فندم، مفيش اي حاجه يا فندم. المره دي فلتته من ايدي برضو يا ابو سنه. عقبال المره الجايه يا باشا. بحياتك انست وشرفت، ابقى تعالى زورنا. يا باشا على فين؟ الله الله، مش استنى ما تاخد واجبك، ده انا حتى دبحين النهارده. أصلي يا أبو سنة تلميذك يا معلمة. ما تدق يا ولية أنت وهي. Oh,
قد معربون المحبة وطلعت قد كلمتي. عايز الصراحة لما كلمتيني بعد مكالمة رمان الأولانية أنا اتخضيت وقلت الليلة دي شكلها فيها عوأ وقلت روحي بلاش تروح. وإيه اللي خلاك تروح؟ مكالمة رمان التانية. مش فاهم. أصل أنت لما كلمتيني وتيجي خد بالك في كمين منصوب لك من براءة ورمانة دورتها في دماغي كده قلت لا لو في كمين يبقى منصوب منك أنت وبراءة. خلطة جديدة عاملها أفندينا حرشها في السوق ويبدرها في كام يوم سرها مع بسفلنا السفرية دي عشان يجيب الأصل ويضربه هو هنا. أستاهل بقى اللي في الشنطة دي ولا الكلام ما ياكلش؟ لا 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 ياكل لحد ما يزور بالهنا والشفا. الله يهنيك. بس احنا مهمتنا الوطنية للأجيال الجاية ان نعرف الطبخة دي بتتعمل فين وازاي عشان ما نضرش صحتهم خالص. لا ده كلام تاني محتاج رؤى وروقان. احلى عيشة واحلى رؤى واحلى روقان من المعلم النوح للمتر بدران. طب معلم انت هتسيب له البيت مش كده؟ مؤاخذة معلم أنا بسألك يعني هتسيب له البيت عشان يعني بعد كده هتروح فين؟ فرع الصحراوي. إيه؟ ببني فيلا هناك بس لسه قدامها شوية وعلى ما تخلص هقعد في بيتي اللي في المزرعة. فكرتني ده أنا محتاج يومين دول كل قرش. لا لا ما أنت هتعمل قرشينات ياما يا معلم. أمال إيه؟ لا أنا بس عشان أجي لك يا معلم هناك يعني ونقعد مع بعضينا ونروق الأناني ونذبح لنا طاووسين من دول. هو مش بيتاكل برضه يا معلم؟ وحتى كنا عملت تحرياتي وجبت لك المفيد بس كله بتمنه. وانا تحت امرك وبعرف ازاي اقدر الرجاله. نبقى متفقين يا معلم. عارف يا معلم اجمل حاجه في المتر بدران انه مش مالي. بتعدهم يا بدران؟ لا ده احنا نتعرف على بعض بس. يا ترى عرفوك؟ وحشتيني يا ابو وحشتيني. معلش اتاخرت عليك شويه عند الباشا. على الله تكون اتوفقت كده ولا الرحله جت بفايده؟ كله بفضل دعواتك يا حاج يا عسل. الحمد لله على السلامه يا فندينا. الخال الخال جبت لك اللعلب الذهبيه. وحشتي وحشني وكمان وحشني. تعال سلمي يا شوق. الحمد لله على السلامه. يو ما تحب على ايد افندينا يا بنت ولا نسيتي؟ خش اوضتك يا شوق. امرك. الا صحيح يا خميس هنرجع بيتنا تاني؟ وهنرمي ورا ظهرنا كل حاجة في البيت ده وأي حاجة ودعوا بقى كل حاجة في البيت ده ودعوا كل يوم في البيت ده وكفنوا العفش ده ياه ورفضوا تراب الكسرة على هدومكم قبل ما نلاقي البيت الكبير. عايزين نروح البيت الكبير يا خال نضيف نضيف. يا ريت ابو جمعه. Thank you.
آه يا زمن، بتسهل واحد وتسرق من العمر كل اللي كنا فاكرينه في ايدينا، وبتجبرنا نودع اللي ساكن فينا. بس لا لا وألف لا يا خميس، وحياة الدم اللي راح لا تشم ريحة الموت في كل ركن هنا، وخلي كل البراح ده أضيق عليك من خرم إبرة، وكل فتلة في عفشه كفن لروحك، وبيني وبينك أيام حطول يا خميس، أيام حطول، أيام حطول. واحدة عايزاك يا فندينا. ابعت. ابصم لك بالعشرة واضرب لك تعظيم سلام وانحني لك كمان. انت ايه اللي جابك هنا؟ تكسب يا فندينا. خدت الراجل تحت بطك وبلفته بكلمتين، وانا اديتني الكتف التمام. راجل مين وكتف مين؟ روح شوفي حالك. حالي ومالي وكل اللي حيلتي هم اللي خلوني اجي على هنا. وبعدين الحق عليا يعني ان انا عايز اعمل باصلي واوعيك من الحربايه اللي بتحوم حواليك، والله اعلم ناويلك على ايه. حربايه مين؟ اللي رامي سرك في عباها ومديها الامان، ويا اخويا مش شايفه اماره. تكلمي عن مين؟ ما ترى. ما ترى. ايه الحوار؟ خش في الموضوع. خش فين بقى؟ وترجع تنكر؟ انكر ايه؟ زي ما عملت مع الخال. ما انت جيت قدامه وجبت ورا وانكرت انك وديتني الشقه وفرجتني عليها، فاكر الشقه اللي على المحاره؟ بس يلا، انا ما بقاش في دماغي ولا شقه ولا ديول. خشي في الموضوع يا شوق انجزي. ايه حوار مطره؟ ناويالي على ايه؟ وهيفيد بايه دلوقتي؟ ما خلاص الشقه رايحه لصاحبه نصيبها. ماشي، قولي لي اللي عندك يا شوق واعتبر الشقة لسه موجودة. يعني في شقة على المحارة خميس؟ خلي وانا مريك يا خالي على الحوار، وهي اللي جت هنا عشان تقول لي على حوار مطر. يلا شوق. اسمعني يا خال، يا خال، يا خال، خميس كبر بزيادة يا معلم وخد الكل في وشه، ما سابش حد لو داس عليه، حتى اللي رباه وعلمه وكبره وخلاه معلم ما سلمش من ايده. يا انت شايل منه قوي يا ابو سيمو. ضربة الضنا بموت يا نوح. واحنا ايش ضمننا بقى انك مش طبخها سوا سوا انت وخميس عشان تيجوا تاكلوها لنا بالهنا والشفاء؟ ما تفهم ابنك يا معلم ان الكلام ده مش في كارنا ولا في عرفنا، وان مجيئتي ليك هنا دي اكبر ضمان. بس اعرف الاول انت ناوي على ايه؟ ان هي باينه
والكلام مفسر بعض يا معلم. يعني انت عاوز تحط ايدك في ايدي؟ بشرط يا معلم. ايوه شرط ايه بقى معلم ابو سنه؟ اسمعوا، انا سبت خميس لما الشيطان لعب بدماغه وزحني بعيد عشان احط ايدي في ايدك، لازم ابقى في مكاني معلم، راس براس انوح. استبينا؟ استبينا. تعال جنبي. معلم انت مش هتبطلي التهيؤات اللي بتجيلك دي ولا خلاص؟ الخمرة عملت برومة في دماغك. أنا عاملة حساب لعضل التربة وسايباك عايشة لغاية النهاردة، لكن يوم ما تعصيني لا حيهمني عضم تربة ولا حيبقى لك وجود على وش الدنيا دي، فعقالي كده وامشي عدل، وإلا هتبص تلاقي نفسك في غمضة عين مرمية في حفرة مليانة تراب ولا ملفوفة في قميص الكتاف وعلى السرايا عدل. وطبعا أنت ست العارفين وعارفة أنا ممكن أعمل فيكي إيه. أدينا هو وقفالك على رجلي وبمشي أهو، يعني إيدي طايلة وأقدر أعمل كل اللي أنا عايزاه ولا حدش داري. روحي بقى قولي لهم اللي شفتيه علشان بدل ما يبقى لسانك تبقى رقبتي. وهقول لك اللي ما قلتوش لحد دلوقتي، الناس كلها اتخلقت لها عينين اتنين، وانا ربنا حباني بتلات عيون، العين التالته هي ابني افندينا اللي لازما يبقى فوق، حتى لو كان التمن ان احبس نفسي في كرسي بعجل علشان يفضل فوق وانا تحت، والسوق كله يعرف ان البيت ده ما فيهوش غير كلمة واحدة بس، كلمة أفندينا. فعقالي بقى وما تعمليش زي أبوكي علشان ما تروحيش في طيس زيه، وكفاية عليك التهيؤات اللي مطيرة النوم من عينك. أديك شفتي نص الحكاية، لو تحب تعرف النص التاني أحكيهولك. أبوكي خان العيلة، خان أبو خميس وخان أخته وخان أخوه وخان رجالة بجد، وفي عرفنا اللي يخون جزاته عيار بتلات أبيض عشان نخلص منه. ارحموني، انا غلطت صحيح وبلغت عنكم غصب عني، ما كانش قصدي، هددوني وانا خفت على نفسي وعلى بنتي وعلى مراتي. الخيانه تمنها موت. ارحمني يا ابو خميس. ما كفكش اهوان ولسك عم تعيط زي الحريم. الرحمه يا ضويه، ده انا اخوكي. في شغلتنا الرحمه خيبه تكسر صاحبها وتوصله للي انت فيه، وزي ما قال ابو خميس تمن الخيانه الموت. حرام عليكم، حرام عليكم. عنك يا كبير، سيب لنا الشرف ده. لا ضويا، يلا يا خميس. Yeah!
خلصت الحدوته يا رمانة. بح خلاص. هذا وما فيش مفر منه. لو تحط ايدك في كبس الكهرباء. انت كده هتخلص على روحين. انا لو كنت خاليه ولا يهمني، ولو كان نزل الدنيا كنت هبوس ايدك عشان تقتلنا انا وتسيبوه. الامر جاي من فوق يا رمانة. بلاش بلاش يا مات، احنا ولاد كار واحد. سامحيني يا بنتك، ما تخافيش يا رمانة، انا مش هأذيك. تعملي يا رمان؟ هقتلك يا برد. ايه يا رمان؟ احنا ولاد كار واحد. تغور يا ابن الكلب. الله يسامحك يا رمان. فين يا مرتبني؟ ها؟ كهوا. مبروك على النقاب يا اختي. طب مش كنت قلتي لي ده انا حتى جوزك وافرح لك؟ نقاب ايه؟ زي الرسم يا بنت، وقبل الخميس. خميس؟ خميس اللي ليكي طالع عنده. خميس اللي انت عرفانه بيه من يومها. انت بتقول ايه يا براء؟ فاكرانا يا بنت نمين على وداننا؟ لا، ده احنا نلفك على اصبعنا نرميك لكلاب السكك كنحمة. أنا اللي يمس شعره مني هوديه في 60 داهية. اوعى تفتكروني لقمة سهلة تاكلوها وتحلوا في الآخر ترموها. لا، ده أنا لحمي مر قوي يقف في الحل وما يطلعش إلا بالسر الإلهي. لحمك مر وماله مطعم. وهنحكم يا مطر. هو ده آخركم؟ بتهزوا طولكم وتتنحرروا قصاد مرة؟ هي دي المرجلة يا رجالة؟ المرة دي خانة العهد، واللي يخون يستاهل يا بنت. لا مش كده وبس يا حاج، دي خانة جوزها، خانة راجلها، وراحت رمت شرفه تحت رجلنا يا فندينا. اخرس خالص، أنا أشرف من عشرة زيك. أنت لسه ليك عين يا بنت؟ اللي خلاشوا ماتوا صحيح يا حاج. ليه؟ بتلوموني على إيه؟ بتعلقوا لي المشانق؟ علقوها لروحكم الاول.
انا ما عملتش حاجه اكتر من اللي انتوا عملتوها قبل كده. ما خططتش عتبه افندينا الا لما انت خدت كفن ابنك ورحت رميته تحت رجليه بامر الباشا. وانت يا راجلي يلي مالكش غير في الجعجعه والصوت العالي يلي اترميت تحت رجلينا البنت الرقاصه اللي سلمتك تسليم اهالي، بتلوموني على ايه؟ ها؟ بتلوموني ان انا راح اخد حق جوزي؟ بتلوموني على ايه يا معلمين؟ ولما انت يا بنت حطيتي ايدك في يد خميس هتاخدي حقك ازاي؟ هاخد حقي منك انت. اخرس يا بنت الكلب. اه يا وصله. بتنتقمي من مين؟ بنتقم من الشر اللي بقى معشش فينا يا خميس. انا جيت لك كتير عشان اشوفك. وانا خلاص ما بقتش عايزه اشوفك. ده ابن رمانة. ما تخافش يا خميس، مفيش حد غيري غيرك يعرف ان ابنك. انا عايز كل الناس تعرف. احنا ما نستاهلوش. انا مستنيه. مستنيه ليه يا خميس؟ عشان تغرسه واستجوى مزاج الخير بتاعك؟ انا مش عايز غيره بالدنيا. شايل اخر نفس فيه هيزيح من على صدري بلاوي كتير عملتها. خليني امسح بيه ذنوبي واشطف روحي جواه. لا يا خميس مش هتشوفه. مش هشوفه قد ايه؟ ده ابن رمانة. اثبت انه ابنك وبحارب عشانه. هاخده بالعافية يا رمانة، هاخده بالعافية. محكمة! اقعد يا فندم. بعد المداولة والاطلاع على الأوراق ومواد الاتهام وسماع المرافعة حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة رمانة السيد علي بالسجن المشدد 15 سنة. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. هاخده بالدراع يا رمانة. ما تستاهلوش. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا أنا فهمت أبو سنة ينفذ إزاي، وأول ما يصدق يغدر بيهم هما الاتنين. عرفت يا براءة هتعمل إيه؟ هلا عرفت يا حاج، ده أنا مستني اليوم ده بفراغ الصبر. يلا بالسلامة. بإذن حاج. براءة. أيوه حاج. خلي بالك من نفسك يا براءة، خلي بالك من نفسك يا ابني. كفايه عليا قوي خساره واحد، فاهم؟ ما تخافش يا حاج، ما تخافش. مع السلامه.
يلا رجاله. انا عايزك تعتبر السفريه دي استجمام راحه بال عشان نمسح كل اللي فات ونبتدي من اول وجديد. بيتنسي يا عمودي؟ مفيش حاجة بتتنسيش، كله بيتنسي. تفتكر أنا هقدر أنسى اللي أنا عملته؟ لما تحسبيها صح هتكتشفي إن كان لازم تعملي كده. على فين أشوف؟ بجاشي. أيوة بجاشي اللي جاي لك. ماشي ماشي. ايه ونيلة ايه؟ انت دخلت هنا ازاي؟ ابو سنة لو جه ولقاك هنا هيعلقك. ابو سنة مين والناس نايمين؟ ابو سنة اللي عايزة تاخد فلوسه وتهجي؟ هج؟ انت عايز مني ايه بالظبط؟ انت اللي عايزة مني. عايز انا اخلصك واخلص الناس من سمك. انت اتجننت يا راجل انت؟ ايوه اتجننت زي كل الرجاله اللي عرفوكي. بجاشي بس انا بقى معايا فلوس كتير، تعالى ناخدهم انا وانت ونهج سوا. نهج؟ وانا خاين زيك؟ خلاص خلاص يا شوق، انت لازم يتعلم عليك. لازم تكون اخرتك زي اخرة كل مرة فجرة. اخلص يا ابن الكلب. يا بنت الكلب.
بالظبط يا باشا؟ وقعت يا نوح؟ وقعت. وقعت يا باشا؟ هو انتوا اليومين دول بتقفشوا الكمال؟ لا بنقفش البضاعة. بضاعة؟ بضاعة دي يا باشا؟ البضاعة اللي لقيناها في وسط الجمال يا نوح. لا معلش بقى يا باشا، البضاعة دي مش بتاعتي، أنا معرفش عنها حاجة. البضاعة دي بتاعتكوا انتوا اللي جايبينها معاكوا. آه عايزين توقعوا نوح وترموا بلاكم عليه. أنا سليم يا باشا، أنا سليم يا باشا. الكلام ده بقى تبقى تقوله في النيابة. أيوه هقول في النيابة، هقول في النيابة. أنا خلاص خدت طريق يا باشا، أنا خدت طريق يا باشا، أنا خدت طريق. هاتوه. أيوه هاتوه. أنا هقول النيابة خدت طريقي. دلوقتي بتقولي لي روح لها تاني؟ نزل السلاح، نزل السلاح ده الخال. افتح الباب بسرعه. عم نبع السلام يا خال، السلام يا خال، عم نبع السلام يا خال، السلام يا خال، عبد الله السلام يا خال، عبد الله السلام يا خال، رجال عم نبع يا خال، عبد الله السلام يا خال يا حبيب قلبي، عبد الله السلام يا خال، عبد الله السلام يا خال. انا روح ابلغ افندينا بسرعه، الخرج يا افندينا، الخرج يا افندينا. يا عبد مرحب، حمد على السلامة خال. حاضر يا خال. We'll be right back.
في الأحد. خلاص خلصت. تخلص يا باشا مش مهم، المهم ان انا شفت غليلي وخدت طار اخويا. ولدي خميس، ولدي قوم يا ولا، قوم يا ولا، التهوى من الموت يا ولا، قوم قوم يا خميس، قوم يا ولدي. أنا خلاص كرامة طلعت ده من كلامك يا ضويا وطلعت بتمشي. قوم يا خميس، حتى دي مخبيها عندي. قوم يا خميس، التهوى من الموت يا خميس، قوم الموت مش أقوى مني علشان ياخدك مني. أنا شايف ابني يا عمو بيضحك لي من بعيد. قوم يا خميس، انت أقوى من الموت يا خميس، انت أقوى من الموت. ده أنا ضاوية، أنا أكبر من الموت. قوم يا خميس، قوم يا خميس، الموت متقوى مني. لا يا خميس، الموت أقوى منك. لا يا خميس، الموت أقوى منك. لا يا خميس، انت أقوى من الموت. انت أقوى من الموت يا خميس، انت أقوى. أنا قدك يا موت، أنا ضاوية، أنا ضاوية.